شحتول مسقط رأس الأديبة اللبنانية مي زيادة التي رفعت راية النسوية الشرقية، هي الوجهة المقصودة والمفضلة لدى محبي التخييم في غاباتها الكثيفة، إلى جانب مساحة 30 ألف متراً مربعاً وعلو 1000 متراً فوق البحر في غابة خصصها دير البلدة موقع تخييم للإيجار. مي زيادة رائدة المرأة والدفاع عن المرأة، رائدة من رائدات النهضة العربية الحديثة، مناضلة اجتماعية بامتياز. مثل ما شايفين طبيعة شحتول كتير حلوة، وكنت كتير أنا وصغير أجي أمشي هون مع بيي، بس عرفت إنه هيدي الأرض ممكن واحد يستأجرها، فرحت استأجرتها من الدير على فترة طويلة، وحبيت أعمل شيء بروجي إيكوتوريزم هيك بيخلي فرجي هجمال الطبيعة للعالم ويفرجيهم شو معقول نستفيد من الطبيعة. وبالزيادة زدنا شوية هيك نشاطات بيئية تنقدر ننوع يعني القصص اللي فيها نعملها هون بهذه الأرض. نحن مثل ما شفتوا انه اسمه شحتول كامبينج، فنحن الاكتيفيتي الاولى اللي عندنا هي الكامبينج. نحن عندنا خيام وسبوتات كرمال الخيم، واكيد تحت نوم سيكيورتي كتير كبير كرمال النار وكرمال كل شيء. القدره تبعنا نحن بنزرعها هون لان نحن بنعمل بنقدم اكل للعالم اللي بيجوا لعنا، وكمان زارع شجر فواكه، وزراعتنا 100% اورجانيك. حتى كل الدشاء تبع الاكل اللي بيطلع عنا، عنا دجاج نحن بنطعميهم للدجاج مشان نخفف كمية الزبالة اللي معقول نكبها بالبراميل الزبالة، تنخفف ضغط على التلوث بلبنان.